هذا هو حال مدينة الحوت عاصمة محافظة لحج. مياه صرف الصحية تطغى على السطح تزاحم المارة في الشوارع، ناهيك عن تكدس القمامة التي ظلت شهورا على حالها. فلا يوجد شارع أو زقاق أو حارة إلا وتجد أطنان من مكب القمامة. فعلى سبيل المثال، هذا الرجل الذي يبيع رياحين الفل والكادي، والتي باتت تجارته تتراجع جراء تكدس القمامة بالقرب منه، نظرا لرائحة المخلفات القمامة وعزوف الناس عن الشراء. جنب الفيلم من جزء من كده يقول لها شادي الرمامة، وقال الموظف اللي عن صاحب البلدية يقول لهم الكتابة ولا نحن بلا رواتب، كان مضرة، كان مضرة كثير، كنا ما نقدر نجلس بجنبها، من جزء حرقها قتلها بلا ساعة ورجع جيب ماي بوزة طفيها، وكل على كذا يوم نجلس نحن وياها في رمة الكتابة هذه. هذا الحال دفع بصندوق النظافة والتحصيب بمحافظة لحج بقيادتها الجديدة تدشين حملة النظافة الشاملة لأحياء وحارات مدينتي الحوطة وتبن، والتي تستمر 6 أيام. طبعا الأخ المحافظ تكرم بدعم الصندوق، وقمنا بوضع خطة متكاملة لإزالة هذه الأكوام من القمامة في الأول، ومن ثم بنعمل على إعادة تنظيف المدينة بشكل مستمر حتى لا تتراكم هذه القمامات مرة أخرى. رغم المشاكل التي يعاني منها الصندوق كنهب وسلب الآليات ودخول بعض النازحين لبمن الإدارة، ناهيك عن تأخر دفع مرتبات العاملين في الصندوق منذ ما يقارب السنة والنصف. يعطوهم حقهم مستحقاتهم وسوف يقومهم بتنظيف الحوطة كامل حسب ما كانوا عليه. بوادر أمل في تحسين هذه المدينة التي ظلت منسية منذ زمن، وجهود حثيثة لانتشالها مما عليه الآن علها تجد رونقها الذي ضاع عنها. بدأت مدينة الحوطة تنفض غبار الحرب عنها، وانتشال القمامة التي لطالما ظلت شهورا على حالها محاولة من أبنائها لانتشالها وإلباسها حلة جديدة علها تعود بها إلى زمنها التي لطالما كانت جميلة به. مختار شعتل لقناة بلقيس من عاصمة محافظة لحج الحوطة.